السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى. النهاردة هنشرح الدرس الرابع، عصر المجد الحربي، الدولة الحديثة، من الوحدة الرابعة، مصر التاريخ، تاريخ مصر عبر العصور القديمة، من منهج الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب. عصر الدولة الحديثة، الأسرات 18 إلى 20. سمي عصر الدولة الحديثة عصر المجد الحربي، حيث إن ملوك هذا العصر اهتموا باتساع ملكهم وزيادة مساحة إمبراطوريتهم، وخاضوا العديد من المعارك العسكرية وحققوا فيها انتصارات رائعة على أعدائهم، كانتصارهم على الهكسوس والحيثيين. كونوا أول إمبراطورية في التاريخ امتدت خارج حدود مصر في آسيا وإفريقيا. يبقى هنا عندنا عصر الدولة الحديثة سمي عصر المجد الحربي. يبقى يجي لك ويقول لك بما تفسر سمي عصر الدولة الحديثة عصر المجد الحربي، فتقول حيث إن ملوك هذا العصر اهتموا باتساع ملكهم وزيادة مساحة إمبراطوريتهم، خاضوا العديد من المعارك العسكرية وحققوا فيها انتصارات رائعة على أعدائهم، كانتصارهم على الهكسوس والحيثيين. كونوا أول إمبراطورية في التاريخ امتدت خارج حدود مصر في آسيا وإفريقيا. فهنا الخريطة دي بتوضح الإمبراطورية المصرية ممتدة في بلاد الشام وبلاد الرافدين اللي هي العراق وبلاد بونت اللي هي الصومال. طيب هنا يقول لك ما المقصود بالإمبراطورية؟ هنا الإمبراطورية دولة كبيرة مترامية الأطراف، دولة كبيرة مترامية الأطراف تسيطر على أرض وشعوب متعددة بفضل قوتها العسكرية والاقتصادية. يبقى دولة كبيرة مترامية الأطراف تسيطر على أرض وشعوب متعددة بفضل قوتها العسكرية والاقتصادية، ده تعريف الإمبراطورية. هنا هيقول لنا إن امتدت الإمبراطورية المصرية في الدولة الحديثة في بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين اللي هي بلاد العراق حاليا وبلاد بونت اللي هي الصومال حاليا. طب أشهر ملوك الدولة الحديثة عندنا أحمس الأول، حتشبسوت، تحتمس الثالث، أمنحتب الرابع، توت عنخ آمون، رمسيس الثاني ورمسيس الثالث. رقم واحد، الملك أحمس الأول. اعتبر المؤرخون الملك أحمس مؤسس الدولة الحديثة نظرا لما حققه من انتصارات على الهكسوس. يبقى هنا هيقول لنا إن المؤرخون اعتبروا الملك أحمس مؤسس الدولة الحديثة نظرا لما حققه من انتصارات على الهكسوس. فهنا يقول لك بما تفسر اعتبر المؤرخون الملك أحمس مؤسس الدولة الحديثة، فتقول نظرا لما حققه من انتصارات على الهكسوس. رقم اتنين عندنا الملكة حتشبسوت. الملكة حتشبسوت من أشهر نساء مصر ومالكاتها، من أشهر نساء مصر ومالكاتها، مدة حكمها تزيد عن 20 عام. تميز عهدها بالسلام والأمن والاستقرار، فلم تكن تميل للحروب. يبقى الملكة حتشبسوت من أشهر نساء مصر وملكاتها، تزيد مدة حكمها عن 20 عام، تميز عهدها بالسلام والأمن والاستقرار، فلم تكن تميل للحروب. أهم أعمال الملكة حتشبسوت اهتمت بالتشييد والبناء، حيث أقامت مسلتين شاهقتين في معبد الكرنك، كونت علاقات تجارية مع الدول المجاورة. يبقى أهم أعمال الملكة حتشبسوت اهتمت بالتشييد والبناء، أقامت مسلتين شاهقتين في معبد الكرنك، وكونت علاقات تجارية مع الدول المجاورة. فهنا يقول لك دلل، كونت الملكة حتشبسوت علاقات تجارية مع الدول المجاورة، فتقول
حيث أرسلت رحلتين تجاريتين إلى بلاد بونت اللي هي الصومال حاليا لجلب البخور والعاج والأحجار الكريمة والأخشاب وجلد الأسود. طب هنا يقول لنا ما المقصود بالبعثة التجارية؟ البعثة التجارية هي عبارة عن مجموعة ترسل من أجل القيام بعمل معين يساعد على توطيد العلاقات التجارية بين الدول. فما المقصود بالبعثة التجارية؟ مجموعة ترسل من أجل القيام بعمل معين يساعد على توطيد العلاقات التجارية بين الدول. طب معلومات إسرائيل، من أهم آثار النوبة المعبد الفخم الذي شيدته الملكة حتشبسوت داخل جدران قلعة بوهن تقربا للإله حورس، وتعد نقوشه وزخارفه من أروع إبداعات الفن والصناعة في العصر الأسرة الثامنة عشر تصميما وتنفيذا. رقم 3، الملك تحتمس الثالث. يعد تحتمس الثالث أعظم ملوك مصر الفرعونية لأنه كان من أقدر الملوك في مجالي الحرب والإدارة. يبقى هنا يقول لك إن الملك تحتمس الثالث أعظم ملوك مصر الفرعونية، ليه؟ لأنه كان أقدر الملوك في مجالي الحرب والإدارة. فهنا يقول لك بما تفسر يعد تحتمس الثالث أعظم ملوك مصر الفرعونية لأنه إيه؟ كان من أقدر الملوك في مجالي الحرب والإدارة. طب إيه أهم أعمال الملك تحتمس الثالث؟ أهم أعماله في مجال الحرب قسم الجيش إلى قلب وجناحين، اخترع حرب المفاجأة اللي هي المداهمة الاستباقية، أنشأ أسطولا قويا فرض سيطرته على جزر البحر المتوسط وساحل فينيقيا اللي هي سوريا ولبنان حاليا، وطد نفوذ مصر في كل من فلسطين وسوريا بعد 16 حملة عسكرية بهدف حماية حدود الإمبراطورية المصرية، ثبت حكم مصر في بلاد النوبة وانتصر على أمير قادش في معركة مجدو، أقام أقدم إمبراطورية في التاريخ. طب في مجال الإدارة قام تحتمس بإحضار أبناء الأقاليم الآسيوية بما تفسر ليعلمهم في مصر حتى يشبوا على الولاء والانتماء لمصر. يبقى في مجال الإدارة قام تحتمس بإحضار أبناء الأقاليم الآسيوية، فيقول لك بما تفسر ليعلمهم في مصر حتى يشبوا على الولاء والانتماء لمصر. تاني حاجة في مجال الإدارة وطد علاقته بملوك وحكام البلاد المجاورة، كسب الأمراء الآسيويين مما ساعد على تماسك إمبراطوريته ونشر الثقافة المصرية في بلادهم. أهم أعمال الملك تحتمس الثالث في مجال الحرب زي ما احنا قلنا قسم الجيش إلى قلب وجناحين، واخترع حرب المفاجأة، أنشأ أسطولا قويا فرض سيطرته على جزر البحر المتوسط وساحل فينيقيا لسوريا ولبنان حاليا، وطد نفوذ مصر في كل من فلسطين وسوريا بعد 16 حملة عسكرية بهدف حماية حدود الإمبراطورية المصرية، وثبت حكم مصر في بلاد النوبة، وانتصر على أمير قادش في معركة مجدو، وأقام أقدم إمبراطورية في التاريخ. هنا يقول لك كان للجيش في عهد تحتمس الثالث دور حضاري، حيث قام بتسجيل غرائب الموجودات في البلاد التي غزاها من طيور وحيوانات وأشجار ونباتات لم تكن معروفة، وقد سجل هذا على جدران معبد الكرنك. طيب هنا عندنا مجدو، دي مدينة تجارية لها حصن، مدينة تجارية لها حصن تقع شمال فلسطين مما جعلها ذات أهمية استراتيجية. رقم 4، الملك أمنحوتب الرابع بين قوسين إخناتون. يبقى الملك أمنحوتب الرابع أو إخناتون تولى عرش مصر بعد وفاة أبيه أمنحوتب الثالث. يبقى الملك أمنحوتب الرابع اللي هو أخناتون تولى عرش مصر بعد وفاة مين؟ أبيه الملك أمنحوتب الثالث، وكان في هذا الوقت
صبيا حيث كان عمره 16 سنة، تزوج من الملكة نفرتيتي. أهم أعماله، اختلفت اهتماماته عن بقية ملوك مصر الذين سبقوا. فيقول لك برهن اختلفت اهتمامات الملك أمنحوت الرابع عن بقية ملوك مصر الذين سبقوه، فتقول حيث اهتم بأمور الدين والعبادة. أول من قام بثورة دينية نادى فيها بعبادة إله واحد أسماه آتون. يبقى الملك أمنحوت الرابع عمل إيه؟ قام بثورة دينية نادى فيها بعبادة إله واحد أسماه آتون، اللي هو بين قوسين قرص الشمس، حيث كان يعتقد أنه رمز لإله جديد تخرج منه أشعة تنتهي بأيدي آدمية توزع الخير على الناس في الأرض. غير اسمه من أمنحوتب الرابع إلى إخناتون، وبنى عاصمة جديدة لدولته أطلق عليها أخيتاتون. يبقى بنى عاصمة جديدة لدولته أطلق عليها إيه؟ أخيتاتون. ونتج عن اتجاهات إخناتون الدينية ثورة كهنة الإله آمون والآلهة الأخرى عليه. يبقى نتج عن اتجاهات إخناتون الدينية إيه؟ ثورة كهنة الإله آمون والآلهة الأخرى عليهم. فهنا يقول لك لاحظ، ارتبطت عبادة آتون بوجود أمنحوتب الرابع في مصر، حيث سرعان ما انتهت هذه الديانة بعد وفاته. يبقى عبادة آتون ارتبطت بوجود أمنحوتب الرابع في حكم مصر، سرعان ما انتهت بقى هذه الديانة، سرعان ما انتهت هذه الديانة بعد وفاته. رقم خمسة عندنا الملك توت عنخ آمون. خلف إخناتون في حكم البلاد. أهم أعماله، أعاد إلى عبادة الإله آمون مكانتها، أعاد إلى عبادة الإله آمون مكانتها، وأعاد عاصمة البلاد إلى طيبة مرة أخرى. يعد أشهر ملوك الدولة الحديثة رغم ضعفه وموته صغيرا. فيقول لك بما تفسر؟ يعد الملك توت عنخ آمون أشهر ملوك الدولة الحديثة رغم ضعفه وموته صغيرا، فتقول بسبب شهرة مقبرته التي تم اكتشافها عام 1922. بسبب إيه؟ شهرة مقبرته التي تم اكتشافها عام 1922 ميلادي، والتي تدل محتوياتها على عظمة الفن المصري القديم الذي بهر العالم كله. طب هنا هيقول لنا معنى اسم توت عنخ آمون، الصورة الحية للإله آمون. يبقى توت عنخ آمون معناها إيه؟ الصورة الحية للإله آمون. الملك رمسيس الثاني أشهر ملوك الأسرة التاسعة عشر. يبقى الملك رمسيس الثاني أشهر ملوك الأسرة التاسعة عشر. أهم أعماله الخارجية، إعادة النفوذ المصري على بلاد الشام، والذي قل بعد ثورة إخناتون الدينية. يبقى إعادة النفوذ المصري على بلاد الشام اللي قل بعد ثورة إخناتون الدينية. خاض معارك ضد الحيثيين استمرت 15 عام، أشهرها معركة قادش. يبقى الملك رمسيس الثاني أعاد النفوذ المصري على بلاد الشام الذي قل بعد ثورة إخناتون الدينية، وخاض معارك ضد الحيثيين استمرت 15 عام، أشهرها معركة قادش. ترتب على معركة قادش انتصار رمسيس الثاني عليهم، وهو ما اضطر ملك الحيثيين إلى عقد معاهدة سلام معهم. نصوص المعاهدة قال لك وقف الحرب بين الطرفين، إعادة العلاقات الودية بين البلدين، مساعدة كل طرف للآخر في حالة تعرضه للهجوم من دولة أخرى. ده نصوص المعاهدة مع الحيثيين. أول حاجة وقف الحرب بين الطرفين، إعادة العلاقات الودية بين البلدين، ومساعدة كل طرف للآخر في حالة تعرضه للهجوم من دولة أخرى. المعاهدة التي تمت بين رمسيس الثاني والحيثيين هي أول معاهدة سلام في التاريخ، وكانت من منطلق قوته العسكرية.
انتشرت المعابد في النوبة، وكانت بمثابة مراكز ثقافية يتعلم فيها الناس الدين والعلم. أهم أعماله الداخلية، اهتم رمسيس الثاني بالأعمال العمرانية الداخلية، فيقول لك دلل، حيث شيد 6 معابد أشهرها معبدا أبو سمبل اللذان أنقذتهما منظمة اليونسكو من مياه السد العالي. أتم بهو الأعمدة بمعبد الكرنك، وأقام عددا من المسلات، أو التي لا تزال إحداها بالأقصر وأخرى في باريس عاصمة فرنسا. أهم الأعمال الداخلية لرمسيس الثاني، شيد 6 معابد أشهرها معبد أبو سمبل اللذان أنقذتهما منظمة اليونسكو من مياه السد العالي، وأتم بهو الأعمدة بمعبد الكرنك، وأقام عددا من المسلات، والتي لا تزال إحداها بالأقصر وأخرى في باريس عاصمة فرنسا. فهنا يقول لك ما المقصود باليونسكو؟ اليونسكو هيئة دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، مسؤولة عن التربية والثقافة والعلوم. يبقى اليونسكو هيئة دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ومسؤولة عن التربية والثقافة والعلوم. الملك رمسيس الثالث هو المؤسس الحقيقي للأسرة العشرين. يعد رمسيس الثالث آخر الفراعنة العظام، فيقول لك دلل، لأنه أزال عن مصر خطرا لا يقل شدة عن خطر الهكسوس، فقام بهزيمة شعوب البحر المتوسط التي هاجمت مصر برا عند رفح وبحرا عند مصب نهر النيل الغربي. هزيمة القوات الليبية عند وادي النطرون بعد أن هاجمت حدود مصر الغربية. يبقى الملك رمسيس الثالث هو المؤسس الحقيقي للأسرة العشرين. فهنا يقول لك دلل، يعد رمسيس الثالث آخر الفراعنة العظام، لأنه إيه؟ أزال عن مصر خطرا لا يقل شدة عن خطر الهكسوس، فقام بهزيمة شعوب البحر المتوسط التي هاجمت مصر برا عند رفح وبحرا عند مصب نهر النيل الغربي. هزيمة القوات الليبية عند وادي النطرون بعد أن هاجمت حدود مصر الغربية. طيب نيجي نشوف نهاية وسقوط الدولة الحديثة. نهاية وسقوط الدولة الحديثة، بما تفسر سقوط الدولة الحديثة؟ تولى الحكم ملوك ضعاف بعد رمسيس الثالث. يبقى بعد رمسيس الثالث تولى الحكم ملوك ضعاف، ازدياد نفوذ الكهنة حتى استولى أحدهم على العرش، وانتهى عصر الدولة الحديثة وبدأ العصر المتأخر. يبقى يقول لك بما تفسر سقوط الدولة الحديثة؟ فتقول إيه؟ تولى الحكم ملوك ضعاف بعد رمسيس الثالث، وازدياد نفوذ الكهنة حتى استولى أحدهم على العرش، وانتهى عصر الدولة الحديثة وبدأ العصر المتأخر. العصر المتأخر للأسرات 21 إلى 30، سادت البلاد حالة من الضعف عرضتها للأطماع الخارجية وأخضعتها للنفوذ الأجنبي، حتى جاء أمير سايس الملك أبسمتك الأول فخلصها من ذلك. فأنا أقول لك ما المقصود بالعصر المتأخر؟ يطلق على الفترة أعقبت سقوط الدولة الحديثة. بالعصر المتأخر بيطلق عليه الفترة التي أعقبت سقوط الدولة الحديثة، اسم العصر المتأخر. طب تقع مدينة سايس غرب الدلتا، وكانت عاصمة مصر في عصر الأسرتين 26 و27. الملك أبسمتك الأول أهم أعماله أسس الأسرة 26. استرد أبسمتك لمصر حريتها واستقلالها وقوتها الاقتصادية، فيقول لك دلل، يبقى دلل، استرد أبسمتك لمصر حريتها واستقلالها وقوتها الاقتصادية، حيث كون جيشا قويا نجح في طرد الأشوريين من مصر. يبقى كون جيش قوي نجح في طرد الأشوريين من مصر. ضم إقليم ممف، عمل على تنمية التجارة الخارجية مع المدن الفينيقية، عمل عليه على تنمية التجارة الخارجية مع المدن الفينيقية. الملك نخاو
تولى الحكم بعد وفاة أبسمتك الأول، وأهم أعماله أكمل نيخاو مسيرة التقدم بعد الملك أبسمتك الأول. يبقى أكمل الملك نيخاو مسيرة التقدم بعد الملك أبسمتك الأول، دلل حيث أعاد حفر قناة سيزوستريس، وأرسل بعثة من الفينيقيين للدوران حول إفريقيا استغرقت 3 سنوات. يبقى أرسل بعثة من الفينيقيين للدوران حول إفريقيا استغرقت 3 سنوات. نهاية الحكم الفرعوني. لم يستمر عصر النهضة طويلا، حيث غزا الفرس مصر عام 525 قبل الميلاد. يبقى عصر النهضة لم يستمر طويلا، حيث غزا الفرس مصر عام 525 قبل الميلاد، وقضوا على الأسرة 26 واستمروا يحكمون البلاد حتى الأسرة 30. استمروا يحكموا البلاد حتى الأسرة 30، ده مين؟ الفرس. حكم مصر من بعد الفرس اليونانيون، ثم البطالمة، ثم الرومان، حتى جاء الفتح الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص، فخلصها من يد هؤلاء الغزاة عام 641 ميلادي. عام 641 ميلادي. أضواء على الدرس. الدولة الحديثة عصر المجد الحربي. أشهر ملوك الدولة الحديثة أحمس، يعتبر المؤسس الحقيقي للدولة الحديثة. حتشبسوت مدة حكمها زادت عن 20 سنة. تميز عصرها بالسلام، أرسلت رحلتين لبلاد بونت. تحتمس الثالث تميز في مجال الحرب والإدارة، انتصر في معركة مجدو وأقام أقدم إمبراطورية في التاريخ. الملك إخناتون تزوج نفرتيتي واهتم بالدين ودعا إلى التوحيد. نقل العاصمة إلى أخيتاتون. الملك توت عنخ آمون أعاد عبادة آمون، مات صغيرا، وأعاد العاصمة إلى طيبة. اكتشفت مقبرته عام 1922. رمسيس الثاني بطل الحرب والسلام، انتصر في معركة قادش، عقد أقدم معاهد السلام، شيد 6 معابد منها معبد أبو سمبل، أتم بهو الأعمدة بالكرنك، وأقام عدد من المسلات. الملك رمسيس الثالث أسس الأسرة 20، هزم شعوب البحر المتوسط بحرا وبرا، تصدى لقوات الليبيين. العصر المتأخر. أشهر ملوكه أبسمتك الأول، أسس الأسرة 26، وطرد الأشوريين، وضم إقليم منف، ونمى التجارة مع فينيقيا. نيخاو أعاد حفر قناة سيزوستريس، أرسل بعثة من الفينيقيين للدوران حول إفريقيا. سقوط الدولة. انتهاء عصر النهضة. غزا الفرس مصر عام 525 قبل الميلاد، وقضوا على الأسرة 26، ثم احتل اليونان والبطالمة والرومان مصر. الفتح الإسلامي عام 641 ميلادي بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه. وبكده كنا وصلنا معاكم لنهاية درس النهاردة. أرجو كل استفدتم معانا. متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والضغط على زر الإعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.